مشاهدينا الكرام، كما تتابعون هذه هي المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، وهنا بدأ الناس بالتجمهر فور رؤيتهم لهذه الشاحنة التي تحمل المياه الصالحة للشرب، أو المياه التي ممكن أن نقول عنها صالحة للشرب ويتناولها الناس هنا في المناطق الشرقية. لأول مرة تصل هذه الشاحنة إلى هذه المنطقة بعد اجتياح الاحتلال الذي دام لثمانية أيام. وكما تتابعون هذا المشهد، يعني بدأ الناس يتهافتوا على هذه الشاحنة للحصول على المياه الصالحة للشرب، ليستخدمونها ربما في الطهي، ربما في أن يرتووا من خلالها. يعطيك العافية يا خال. الله يعافيك يا أختي. أول مرة تعبوا اليوم؟ أول مرة من 9 أيام من الحرب إحنا طالعين. كيف قبل كنتوا تدبروا حالكم؟ كنا يوم بعد يوم، مرار تيجي مرار ما تجيش. اليوم أول مرة من 9 أيام تيجي المية الحلوة هنا في المنطقة الشرقية. شو بتحكي اليوم بأنه المية يعني صارت موجودة؟ كتر الله خيرك وبارك الله فيك وعلى اللي بتعمله. احنا مراسلين بس احنا بنسأل بالنسبة لتوفير المية. والله هي كانت قبل مش دائما يعني موفرة، بعدين صاروا يعني يجيبونا إياها يوم بعد يوم، كل يومين زي هيك يجيبونا إياها. إن شاء الله بتضل متوفرة على طول. الله يعطيك العافية. هنا نشوف رأي واحد من الأطفال هنا. يعطيك العافية. عم قالت لي. طيب يعطيك العافية. الله يعافيك. جاي تعبي مية حلوة اليوم؟ قد إيه لك معبيتش؟ 9 أيام. 9 أيام ما عبيتوش مية حلوة هنا؟ مبسوط إنه رجعتي خالته؟ الله يعطيك العافية. طيب لنتابع من الذي وفر هذه المياه في المنطقة الشرقية. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا. أنتم فريق عونا غزة وفرتوا المياه في هذه المنطقة، يعني كيف حصلتم على هذه المياه؟ لماذا يعني وفرتوها في هذه المنطقة؟ صحيح، احنا فريق عونا الشبابي أطلقنا واسما يعني منذ بداية الحرب غزة تغيث نفسها، لم ننتظر حتى نهاية العدوان حتى نوفر المياه المحلاة للمناطق المنكوبة في بلدة بني سهيلة. قمنا بالتعاون مع بلدية بني سهيلة وقمنا بتوفير كميات من المياه، وزعناها على عدة مناطق. هذه المناطق تعرضت لأضرار كبيرة وألحقت الآليات الإسرائيلية الضرر بشبكة المياه التي كانت قد تم إصلاحها في الانسحاب الأول لقوات الاحتلال. الآن نقوم بضخ المياه للمناطق المنكوبة بواقع 30,000 لتر تقريبا يوميا لمدة شهر حتى يتم إصلاح هذه الخطوط، أو حتى يعني نستمر في متابعة إغاثة النازحين إن شاء الله. الاحتلال انسحب من هذه المناطق، منطقة بني سهيلة والتي تركز فيها يعني بشكل كبير العدوان خلال 8 أيام. بمجرد انسحاب الاحتلال أنتم تواجدتم هنا لتوفير المياه، ما الرسالة التي تريدون إيصالها؟ الرسالة هي من شعارنا الذي تبنيناه كفريق شبابي هو أن غزة تغيث نفسها. موضوع المياه أو سقي الماء لا ينتظر يعني إغاثة وعدم وجود معابر، عدم وجود إمكانيات، فقمنا بتوفير المياه بشكل عاجل وفوري حتى يتسنى للبلدية في وقت لاحق بتجهيز الخطوط وإعادة تمديدات المياه حتى تصل للنازحين، وهذا يتطلب وقتا وجهدا وتكلفة كبيرة جدا، يعني لا تستطيع أي مؤسسة القيام بذاتها بهذا المشروع، فقمنا بالمساعدة والمساهمة كفريق شبابي، تكاتفنا وتعاضدنا مع البلدية في عدة مشاريع منها هذا المشروع، ونسأل الله عز وجل أن يعني يعيننا ويقدرنا على أن نكون سندا لشعبنا و مؤسساتنا التي تخدم النازحين. أكيد إن شاء الله. طيب ما هي التحديات إذا كانت واجهتكم تحديات خلال توفير هذه المياه لهذه المنطقة؟ ما هي التحديات؟ صحيح، التحديات كبيرة جدا. هذه العربة التي تقوم بنقل المياه يعني نحتاج إلى عدة عربات لنتمكن من إيصال المياه في نفس الوقت لعدة مناطق. كذلك الأمر هناك المحروقات، لا يمكن توفير محروقات، هناك نواجه صعوبات كبيرة جدا في توفير المياه لعدم وجود السولار اللي هو يعني لتشغيل المركبات وتشغيل محطات التحلية. يوجد عدة محطات تحلية في بلدة بني سهيلة لكن للأسف لا يوجد محروقات لتشغيلها أو حتى طاقة كهربائية ممكن يعني أن نستغلها في تشغيل
المحطات الموجودة. كيف تغلبتم أو كيف واجهتم هذه التحديات؟ والله واجهنا هذه التحديات بالعمل كفريق، تكاتفنا مع بعض المؤسسات ومع بلدية بني سهيلة، قمنا بشراء المياه من مناطق أو من محطات تحلية تبعد مسافات يعني من عن بلدة بني سهيلة في الأماكن توفرها في مناطق المواصل، وقمنا بتوفيرها طبعا للتأكيد، قمنا بتوفير المياه طبعا في بلدة بني سهيلة وفي بالتزامن مع توفير هذه الكميات بالتساوي مع منطقة مواصي خان يونس اللي هي ما يدعي الاحتلال عنها أنها منطقة إنسانية. يعني المشروع تقريبا كم مدته حتكون؟ إن شاء الله احنا أطلقنا كمشروع إغاثي سيستغرق شهرا كاملا حتى تتمكن البلدية من يعني الوقوف عند يعني مسؤولياتها في توفير امدادات المياه وارجاعها واصلاحها لسابق عهدها. كفريق شبابي ختاما، كيف بيكون شعوركم وانتم فريق يعمل تطوعا لإغاثة هؤلاء الناس وتوفير المياه المحلاة لهم، عندما تشاهدون بان الناس يتهافتون على هذه المياه وتشاهدون نتائج ما تفعلونه؟ هذا المشهد الذي هو أمامكم الآن يشكل وقودا يعني حيويا فعالا في الاستمرار في خدمة أبناء شعبنا ومساعدتهم ومساندتهم والوقوف معهم جنبا إلى جنب، وإن شاء الله رب العالمين لن نتوانى عن خدمتهم، إن شاء الله رب العالمين سنكون يعني على الدوام بجانب أبناء شعبنا في خدمتهم خدما لهم إن شاء الله. كل التوفيق لكم والله يعطيكم العافية. إذن كما نتابع مشاهدينا الكرام، يعني هذا جزء بسيط من المعاناة التي يعانيها سكان قطاع غزة وبالتحديد هنا في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جراء انقطاع المياه المحلة وعدم توفرها في هذه المنطقة بعد اجتياح الاحتلال الذي دام لثمانية أيام. اليوم توفر هذه المياه لأول مرة عن طريق فريق شبابي تطوعي يطلق شعار غزة تغيث نفسها، ويكفي بهذا الشعار أن يكون الختام لهذه الجولة. دمتم بود، إلى اللقاء.